الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة، برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. مدينة صغيرة على الساحل، لا تعرف سوى أمواج البحر الأحمر الهادئة، ولا يسكنها سوى الصيادين. هكذا كانت مدينة الغردقة قبل أن تنمو على شاطئها آلاف المنشآت السياحية وتصبح واحدة من أهم المدن السياحية في العالم. كان الصيادون يغيبون في البحر على متن مراكبهم شهورا طويلة بحثا عن الرزق بين السماء والماء، وعندما يعودون تقام لهم الأفراح والاحتفالات وتغنى أغاني الصيادين والبحر على أنغام آلة السمسمية، تلك الآلة التي لا تفارقهم في البر أو البحر. ظهرت مجموعة من الفنون مثل الرفيحي والميتيني والتربلة، وهي فنون ميزت ساحل البحر الأحمر وأضافت الكثير للتراث الشعبي المصري. السمر من احلى الليالي اللي موجوده هنا في مدينه الغردقه بمحافظه البحر الاحمر، بتبقى ليله تقريبا هي ليله الحنه، موجوده فيها العديد من المعالم والعديد من الفعاليات اللي بتكون مميزه جدا. هنحاول نتعرف اكتر على هذه الليله من خلال مجموعه الاصدقاء اللي موجودين معانا. برحب بيك في البدايه، نتعرف عليك. حسن عبد الظاهر عازف سمسميه. معانا احمد ممدوح عازف سمسميه. طه معنا. سيد سيد احمد الصمت الشهير بالصمت عصام احمد. طيب مجموعه اصدقاء بتبقوا موجودين كلكم في ليله السامر او ليله الحنه، نتعرف ايه الليله دي بتبقى ازاي وايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ والله احنا الليله دي بنتجمع فيها على يعني بيبقى قبلها يعني يوم خميس او يوم اربعه قبلها باسبوع بصاحب الليله بيقول لنا، فبنجمع بعضينا اللي عنده دف اللي عنده سمسميه اللي عنده، بنعمل له احلى ليله حتى لو من ما فيش، يعني حتى لو هو من عائله كبيره او عائله صغيره مش شرط، اهم حاجه ان الليله عند حسن مثلا، يبقى كلنا بنتجمع الليله دي عند حسن. يعني بمعنى ان لو حد قريبه من بعيد او حد من عيلته او اي حاجه كده بتتجمعوا؟ بنتجمع، ده بيجمعنا وده بيقول لي ده وده بيقول لي ده، فبنتجمع الليله دي وبنبقى قبلها بثلاث ايام عنده، بنقضي يوم واثنين وثلاثة عنده قعدات صغيرة اللي هي اللي هو قبل الليلة، يعني اللي قبل الليلة اللي هي بيعملوها الرفيحي. لا لا، نتعرف اكتر برضو على الليلة السامر دي. انتوا كلكم مجموعة اصدقاء بتبقوا عندكم نوع معين من الفن او الموهبة بتحاولوا ان انتوا تعملوه في الليلة،
طبعا اللي مثلا اللي بيفهم مبعاوي بيقول مبعاوي، اللي بيقول يماني، اللي بيقول العادي بتاعنا الشعبي، فاهمة؟ فكل واحد بتبقى أحلى ليلة. طيب ايه انواع تاني من الفنون اللي بتبقى موجودة في الليلة دي؟ والله بيبقى في رفاحي عندنا، في حاجة اسمها المتينة زريبي، دي بتتجاب بتتكون يعني عن يعني كل سن ليه دوره في الأداء يعني. يعني كل سن بيعمل نوع معين من الأداء. بالظبط كده، صح مظبوط. يعني لو تشرح لنا كده ببساطة بعض الفنون دي، يعني ايه الرفيحي ويعني ايه المتيني، الكلام بتاعهم. المتيني ده بيبقى بدون إيقاع، بدون إيقاع خالص، بيبقى اتنين مع يعني صفين، والزريبي ده بيبقى صف واحد. بيعملوا ايه بقى؟ بيتكلموا مع بعض، اه بيغنوا اغاني بلقب يعني تراثي مع بعضهم وبيردوا على بعض. التراث ده بتبقوا انتوا يعني حاجات محفوظة ولا حاجات فيها تلقائية شوية او ارتجال؟ ده هو ده بيبقى يعني تراث من اب الجد من صغر يعني السن. حضرتك انا صغير كنت بسمع التراث ده لحد ما كبرت برضه في التراث. مين اللي علمه؟ الجد والاب والعم والخال كله. وحتى الآن موجود ولا بدأ ينقرض ولا بدأ فيه أطفال مثلا ما يتعلموهوش أو كده؟ لا هو في حضرتك في يعني في جيل صغير بيتعلم برضه لحد ما سن كبير برضه. حسن، طبعا موضوع السمسمية ده من أحلى الحاجات أو من أهم الحاجات اللي بتبقى موجودة في ليلة السامر، احكي لنا كده ليه السمسمية بتبقى هي اللي بتجمعكم كلكم؟ عشان بنحبها وتراث بلدنا طلعنا عليها، واللي جاب لنا طلع عليها، واللي قبل جابلنا طلع عليها. تعزفوا بس أغاني تراثية ولا بس ممكن تعزفوا كمان أغاني جديدة؟ لا ممكن نعزف أغاني شرقية، ممكن أم كلثوم، ممكن خليجي، محمد عبده، عم جيل عبد الله، على جميع أي لون يعني أي لون. أي أغنية ممكن تتعمل على السمسمية؟ أي أغنية ممكن تعمل على السمسمية. طيب أنا أعرف إن السمسمية كان يعني فيها عدد معين من الأوتار، أنا شايفة السمسمية بتاعتك فيها أوتار كتير، ده تعديلات حصلت عليها ولا إيه؟ هي تعديلات حصل عليها، ان السمسمية اصلا في بدايتها يعني كانت خمسة بس. خمس خمسة، فبعد كده ايه اتطورت ستة. بعد كده لما يعني اتجهنا للفن الشرقي اللي هو الاغاني ام كلثوم وعبد الحليم والحاجات دي، فطبعا الاغاني دي بتحتاج اوتار كتير عشان مجامات وكده يعني، فطورنا السمسمية باوتار كتير. فيها كم وتر السمسمية بتاعتك؟ 18. 18. أحمد كم وتر السمسمية؟ ستة. دي الأصلي ولا إيه؟ هي الأصلي كانت خمسة، خمسة. اتطورت بيجي الستة. تفرق إيه بقى دي السمسمية اللي فيها 18 وتر عن السمسمية اللي فيها خمسة؟ ال 18 بتجيب الأغاني كلها، الستة أو الخمسة بيبقى ليها أغاني محدودة معينة بتجيبها، إنما دي بتخش في أي أغنية. يا أحمد دي تبقى خاصة أكتر بأغاني التراث؟ اه طبعا اليمبعاوي مثلا ساعات بتغير مقامات تلعب يماني اللي هو زي الرفيحي مثلا، حاجات زي كده. ممكن تسمعونا حاجة كده فيها يعني نحس بيها في الفرق بين الاتنين، نشوف كده مع بعض. Thank you.
طبعا مقطوعة جميلة جدا، انا حاسة ان هي مقطوعة تراث دي سيد مش كده؟ تراثية. تراثية غير متهيألي الحاجات اللي بتتعزف على دي ممكن تعزف عليها اي اغنية حتى لو اغاني اغنية شرقية يعني، ام كلثوم، عبد الحليم، ابو وهاب، اي حاجة من الحاجات يعني الفن الطربي. السمسميه الكبيره انتوا اصلا يعني السمسميه بتتعلموا اللحن ولا انا بحس ان هو ممكن يجي بالممارسه كده، انت بتقعد تجرب تلقائي من غير ان هو ما بياخدش السلم الموسيقي ولا ده، لا هو احساسك هو اللي اتفضلي معاه. كمان انتوا كمان انا حاسه ان الموضوع بس مش بس عزف وناس بتسمع، لكن كلكم بتتفاعلوا مع بعض. طبعا طبعا هي بنندمج مع بعض، بنفهم بعض مجرد ما اشتغل. احنا بنفهم بتفهموا الكلام وبتردوا عليه. اللي هو طالع بناء على السمسميه اللي هو مطلعها، يعني الدور حسن دلوقتي هتسمع السلك نفسه بيتكلم. حاجه تانية اتفضلي. اتفضلي. السمر دي بتبقى بس رجال او شباب مع بعض ولا ممكن يبقى فيه برضو نساء على جانب اخر مثلا؟ بيبقى فيه نساء طبعا على جانب اخر، بيبقى فيه نسوان ليهم بعيد علينا معتزل عليهم يعني، فبيبقوا شايفيننا وعارفين احنا بنقول ايه وعارفين اغانينا. ليلة الحنة يعني بتبقى ليها جزء رجالي وجزء حريمي. بيبقى ليها جزء رجالي وجزء حريمي. هم بقى ليهم الفعاليات بتاعتهم او الحاجات اللي بيعملوها الخاصه بالستات، ولا هم بس بيسمعوا نفس الاغاني بتاعتكم ويحاولوا يتفاعلوا معاها؟ والله ممكن يرددوا الاغاني اللي يعني الاغاني اللي بتعجبهم مننا، بيرددوها هم بيحفظوها وبيقولوها فبيشتغلوا عليها يعني. الستات الكبار ليهم اغاني خاصه بيهم يا حسن؟ طبعا ليهم اغانيهم خاصه بيهم وغيرك كده يعني. طيب يعني انتوا كلكم من مهن مختلفة مش كده؟ طبعا اللي هو صياد، اللي سواق، اللي هو يعني معظمنا صيادين في البحر يعني. يعني احنا اتعلمنا السمسمية دي اصلا عن جدودنا في البحر يعني. الناس القديمة في البحر لما بنقعد بالعشر ايام والخمستاشر يوم بيبقى جركن وحتة سمسمية، بنتجمع في جزيرة معينة بتلم الفلايك مع بعضيها وبنقعد قاعدة سمر برضو بس في البحر، ملهاش دعوة لا في حنة ولا في وسط ما بين السماء وما بين بنبقى في جزيرة مثلا بنلم بعضينا في جزيرة، عارفين ان احنا بيتين مثلا في الجوبل، في طوال، في سيول، فبنتجمع في الشعورة في موسم في كده، فبنعمل نفس التراث. بيبقى في واحد عنده سمسمية في الفلوكة مثلا، بنتجمع اخر الليل بنعمل قعدة سمر لحد مثلا قبل شروق الشمس. يعني هي دي الرفيقه بتاعتكم بقى؟ الرفيقه بتاعتنا السمسميه طبعا، بتسليكوا طبعا وبتونسكوا وبتحسوا ان انتوا كده ايه بتتفاعلوا مع بعض. هي بصراحه يعني بتدوم العشره بين الصحاب يعني، وقت ما بنلاقيش حاجه يعني بتجمعنا بمعنى اصح. ايه تاني من الالات اللي موجوده هنا في التراث البحر الاحمر او تراث الغردقه حاجه خاصه بيكوا غير السمسميه؟ العود عندنا، العود وعندنا الاورج وعندينا
الناي. في ناس بتعزف ناي. في معانا ناي، وفي معانا قانون، وفي عود، وان شاء الله ده بيبقى موجود في ليلة ال بيبقى موجود وبيشتغل مع بعض كله، يعني بيشتغل بيبقى موجود. ومتهيألي ان كل الناس بترد على بعض يعني. كل الناس بترد على بعض، لان هم عارفين احنا بنقول ايه بالظبط، فهم حافظين برضه فبيرد علينا. يعني حتى ما بيعرفش يغني عارف احنا بنقول ايه، بيغني معانا، بيندمج معانا. ناس غريبة مش من البلد من هنا بتتمنى ان هي تقعد معانا وتقعد وسطينا، ان هي تتعلم حاجة من اللي احنا بنقوله ده. طب ازاي انت على صوت السمسمية السلك بيقول وانت بتقول وراه؟ طب ازاي فهمته؟ لكن فعلا السمس يعني حسن مثلا، واحد زي حسن السلك بيخليه يتكلم، بيجيب مثلا لو اديتي له 5 كده هيجيب لك مثلا اللي هو قاسم الساهر، يدي له حته مقطوعه صغيره يجيب لك قاسم الساهر بس. بيبقى في تحدي، انا بحس ان انتوا بتتحدوا بعض يعني. ادي له حته صغيره ماشي، ادي له حته صغيره مقطوعه صغيره هيجيب لك قاسم، هيجيب لك ام كلثوم، هيجيب لك حاجات. بيتحدى نفسه، بيقعد مع نفسه في البيت يعني السمسميه بتعتبر ايه بعض مراته يعني. من الاخر. طيب انتوا كمان بتعملوا يعني جلسه السمر دي بيبقى فيها رقص وبيبقى فيها تفاعل، وانتوا بتشجعوا بعض وبتحيوا بعض وبتحاولوا ان انتوا ايه تعلوا من الريتم الليله، مش كده؟ طبعا طبعا طبعا، يعني احنا بنتجمع دايما، يعني بقول لك مش شرط بس نعرف ان الفرح عند فلان، فبنتجمع ده بيقول لي ده وده بيقول لي ده وتليفونات، مش شرط ده مين او ابن مين في البلد. اهم حاجه برضو ممكن يكون من غير اي مناسبات، يعني ممكن يكون ما فيش اي مناسبه فرح ولا اي مناسبه عند اي حد. عايزين ايه، في حد بتنادينا السنسميه بتنادي علينا كلنا فبنحن ليها. طب اتصل بسيد، طب يا سيد تعالى هنروح، هنروح نقعد على البحر، هنروح مثلا نقعد في كوفي شوب حلو نظيف، هنروح يعني نتلم كده، نتصل ببعضنا من غير اي مناسبات. مش ايه علاقه السمسميه بالبحر؟ انت بتقول لي انا اروح اقعد على البحر وممكن اقعد مع السمسميه لوحدي، ايه علاقه والله هما الاثنين يعتبر تراث، البحر تراث البحر الاحمر ان الصيادين هنا، والسمسميه برضو يعني يعتبر تاريخ واحد الاثنين. فالبحر حلو يعني، انت بحر والسماء والجو صافي، فالذهن بيبقى صافي، فبتلاقي نفسك بتقولي حاجات حلوه يعني. الرقصات بقى اللي مشهوره على السمسميه دايما بيقولوا رقصه البنبوطيه هي اللي بتتعمل. لا لا، هي رقصه الصيادين نفسها. ما انا لسه هقول لك، انتوا بقى بترقصوا هنا رقصه مختلفه. كل بلد وليها رقصه مختلفه، يعني هنا معظم يعني كل معظم الصيادين هنا رقصهم ان هو على خيط مثلا، هو بيطلع سمكه شعوره كبيره او بيطلع توينه او بيطلع ناجل، فمعظم الرقص على السمك اللي هو بيجيبه. الرزق بقى بيخليه الرزق، او جايب رزق كتير مثلا بيبقى مبسوط زيادة عن الصياد التاني، فبيعمل حاجات اللي هما بيكون بنربط اخر الليل مع بعض. دي بقى بتبين فرحتك ان انت فرحان بالرزق. ودايما ليه السمسمية مندمجة مع البحر، يعني عندكي مع طلوع القمر وصوت موجة البحر، يعني الموجة بتحت البحر احنا قاعدين على البحر ليها رتم تاني معانا، الموجة نفسها ليها صوت انت ممكن تسمعه. بتقعد انت مع الموجة والسماء والبحر والنجوم والقمر بس. معاك السمسمية. ومعانا السمسمية ومعانا الطرب. الغزل كمان من الحاجات المهمة اللي بتبقى لازم بتبقى موجودة معاكم، ده بقى ايه الديكور بتاعكم الخاص. الديكور بتاعنا، وغير كده أكل عيشنا. يعني بناكل منه عيش. على عجبه عروس البحر.
بقى الرقصة دي اللي هي رقصة الصيادين، فيها حركات معينة كده بتعملوها وبتردوا على بعض. انا بشوف ناس بتبقى موجودة يعني مثلا كأن انا برمي له خيط وهو بيتلكع كأنه سمكة وانا بجيب عليه مثلا، ادي حاجة من الحاجات. مثلا ان هو تبقى مجموعة احنا شايفين 5 6 بنروح قافلين عليهم بالغزل كأنهم مثلا مجموعة سمك واحنا قفلنا عليهم كده، بتبقى كده. تفتكروا حاجات انت طبعا تحس ان انت بتعمل حاجة خاصة بيك. حاجة خاصة ممكن نجيب هوري اللي هو تقولوا عليه دنجي، تقولوا عليه بتقولوا عليه بحري ايه، مركب صغيرة تمام، وبنرفع عليها العريس نمشي بيه وناس بتلف عليه بالغزل وحاجات زي كده. صح ان الليلة دي بيبقى فيها كل الحاجات التراثية بتاعتكم، تراثية بتاعت بتحاولوا ان البحر الأحمر اي حاجة خاصة بالبحر الاحمر تبقى موجودة في الليلة. طبعا. انا هسأل تاني على الرفيحي وعلى المتيني وعلى الحاجات اللي هي الخاصة التراثية اللي هي يمكن يعني يمكن برضو محافظة البحر الاحمر والغردقة بتضم ناس من محافظات تانية وبتضم ناس من ثقافات مختلفة، ده كله بيبقى في غنى في الثقافة وفي حاجات مختلفة يمكن ما بلاش في اي محافظة تانية. لا عامة في الجمهورية كلها. لا بس هنا في البحر الاحمر وفي الغردقة مخصوص في حاجات فعلا مش موجودة في اي محافظة تانية. لا هو يعني قبيلة جهينة دي في الجمهورية كلها، فعاداتها وتقاليدها برضو دي كهنا في البحر الأحمر أو في أي مدينة. القبائل برضو اللي موجودة هنا في البحر الأحمر كل قبيلة ليها التراث الخاص بها. لا هي قبيلة الحواطات وقبيلة جهينة وقبيلة العزايز وقبيلة الرشندية، القبائل دي كلها زينا زيهم يعني. بحس ان الفن بتاعكم فيه اصول عربيه من اليمن او من الجزيره العربيه. ما هو فعلا 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 ومن حلب طبعا. من حلب في ناس من حلب عايش عندنا، انا تعتبر غردقه مجمعه من جميع العربان ومن جميع الدول هتلاقيهم هنا. وكل ثقافه بتفرض نفسها. تفرض نفسها يعني الليله مثلا عند ناس من جهينه يبقى مجموعه جهينه، ناس من الرشنديه يبقى بيعملوا الرفيحي بتاع الرشنديه مختلف مختلف شويه، بس مش اختلاف بعيد بس مختلف شويه. وتجمعكم في الاخر كلكم ليله جميله زي الليالي دي. ليله سمر زي دي. طيب في الاخر بترفع حظ. يعني بعد ما يخلص الرفيحي الناس كبيره بتلعب الرفيحي والمتينه وكده، فخلاص بقى بنيجي بقى بنحضر السمسميه والشباب بنيجي ننزل بقى نخش على الحظ بعد كده. في مشروبات برضو معينه بتشربوها في الليله دي يعني مثلا الجبنه والحاجات دي بتبقى الجبنه هي جبنه هي جبنه مفيش حاجه غيرها، هي الجبنه النمبر 1 بتجمع الناس كلها بتجمعنا اهو بتبقى جميله. جبنه ودقها والعمايل اللي بيعملوها الجماعه عندنا العباب ده ما هم ما ذكرهمش خالص، اساس البلد طبعا تمام. العباب ده طبعا مشهورين بالجبنه ومشهورين بالحاجات دي ومشهورين يعني ان هو مثلا بعد ما يخلص الفرح خالص في حاجه اللي هي اهل بيتنا احنا بيعملوها الحريم اللي هي يقولوا عليها الكسكسيه دي بعد اذان الفجر، اللي هو الناس جعانه خلاص شربت جبنه تعبت فبتطلع بقى اللي هو زي عجينه بيعملوها كده بالسكر والحاجات دي. ايوه حاجات جميله جدا كسكس. ايوه دايما العادات والتقاليد هنا متميزه وكمان الشباب ليهم دور كبير. طه انت بقى ايه يعني من الناس اللي هي شباب اللي بدات تتعلم التراث وتحاول ان هي تتمسك بيه. انا طه سنه 18 سنه، بابايا علمني أعزف على السمسمية من سن بعد ما طلعت من تالتة إعدادي قال لي أنا أعلمك السمسمية، وبقيت أتعلم وأتعلم اندمجت فيها أكتر أكتر مع الدراسة، فكده قال أعمل السمسمية وأعمل كده مع نفسي كده وأصنع السمسمية وأعزف وأروح كده حظوظ أبص على الناس وأتردد معاهم وأغني، ففرحان يعني بالحاجة دي. يعني الطاقات يعني احنا لما نقعد في فرح اخر الليل او هني يعني وتاني يوم بيبقى معاك شغلك الصبح ان انت طالعه بدل ما انت تفضي نفسك لكافيتيريا او لسهر او 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 كويسه او حاجه زي كده. فبتجمعنا دايما في الخير السمسميه، وان هو مثلا لو واحد مثلا مش لاقيه انا مش بجمعه يوم الفرح ده بينزل معايا شغل تاني يوم في بحر في مركب في لانش في جلاس في فلوكه. ما احنا مشهورين بالسياحه، البحر الاحمر كله مشهور بالسياحه. كمان انا حاسه الناس هنا ما بتشتغلش حاجه واحده، لا كله بيشتغل كذا حاجه وبيحاول يعني اي حاجه فيها لقمه عيش حلال في البحر الاحمر بنشتغلها. التوفيق دايما ان شاء الله، ودايما كده محافظين على التراث، ودايما محافظه البحر الاحمر وخاصه مدينه الغردقه مدينه مميزه وتفضل دايما مميزه. هنسيبكم تكملوا ليله السمر بتاعتكم ونحاول نتعرف عليها اكتر واكتر. يا ليل 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 يا
مركب العشاق يا مركب العشاق وقف على المينا ولفلف شراع الهوى لأحبابنا كده اللوحة اترسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك. قناة طيبة، قناة مصر الثامنة.